بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ درسنا إن شاء الله عز وجل، والذي يدخل في مدخل التزكية. هذا المدخل الذي رأينا فيه مجموعة من الدروس، رأينا درس الإيمان والغيب، والذي يبين على أنه لا يمكن للمؤمن أو لا يمكن للإنسان أن يتخلى عن الإيمان بالغيب، فهو في حاجة إليه في هذه الحياة. ثم بعد ذلك رأينا على أن الإسلام والإيمان يؤكد ويحث على العلم، لأنه لا يمكن أن يحدث تعارض بينهما، بين الإيمان الحق والعلم الصحيح، بل هناك ترابط وتكامل، فالإيمان يدعو إلى العلم والعلم يرسخ الإيمان. ثم انتقلنا بعد ذلك للحديث عن عملية التفكير الفلسفي والمنهج الفلسفي الموضوعي والسليم، الذي كذلك يبين لنا على أنه لا يمكن أن يحدث هناك تعارض بين الإيمان بالله عز وجل وحده لا شريك له، وبين التفكير الفلسفي الذي يجعلنا نطور تفكيرنا ومهاراتنا العقلية. الآن مع درس جديد، وهو الإيمان وعمارة الأرض. الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والرسل في كل زمان ومكان. لمن أرسلهم؟ للعباد في الأرض. فهناك من يرى أنهم جاءوا فقط، أي أن الأنبياء جاءوا فقط لقضاء مصالحهم، ومنهم من يرى أنهم جاءوا للبحث عن السلطة والجاه، ومنهم من يرى أنهم جاءوا فقط لأداء مهمة خاصة بهم لا يمكن أن يتراجعوا عنها، وهي في مصلحة العباد. إذن لا بد أن نجيب عن هذا الإشكال. عنوان الدرس: الإيمان وعمارة الأرض. إذن نكمل ما بدأناه من دروس سابقة في مدخل التزكية بشكل متكامل مع جميع المداخل. الإيمان وعمارة الأرض. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. إذن هنا نبي الله صالح عليه السلام يخبر قومه ويأمرهم ويوجههم بأن الله سبحانه وتعالى قد استعمرهم في الأرض، أي قد استخلفهم في هذه الأرض، فلا بد لهم من أن يفهموا هذا الأمر جيدا. لماذا؟ لأننا حينما نتحدث عن مبدأ الاستخلاف فنحن نتحدث على اختيار الله عز وجل الإنسان خليفة له في الأرض من أجل إعمارها. إذن فهذا هو الذي أخبر به نبي الله صالح قومه، واستعمركم فيها أي جعلكم خلفاء. ويؤكد الله تعالى حينما يخاطب الملائكة ويقول لهم: إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني، أي يقصد الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام وذريته. وبالتالي فحينما نتحدث عن إعمار الأرض فنحن نتحدث عن الإقامة في الأرض والانتفاع بخيراتها، لكن على أساس العدل. مع من؟ مع الله. وكيف ذلك؟ عن طريق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وما رأيناه من دروس تدخل في الإيمان. ثم العدل مع النفس، ثم مع العباد، ثم مع البيئة. ولهذا فإذا كنا نتحدث عن عمارة الأرض فنحن لا نتحدث عن الإفساد في الأرض، والذي هو الإقامة في الأرض وإلحاق الضرر بها عوض الانتفاع بخيراتها على أساس العدل، إلحاق الضرر بها وبمن يسكنها، وممارسة الفساد الديني والدنيوي. ولهذا لا بد أن نربط علاقة بين الإيمان وعمارة الأرض وبين مبدأ الاستخلاف. فمبدأ الاستخلاف له علاقة بعملية عمارة. ما هي هذه العلاقة؟ هذه العلاقة تظهر لنا كالتالي: مبدأ الاستخلاف هو أساس عمارة الأرض. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن الإنسان إذا آمن بأن الله تعالى اختاره ليكون خليفة له بالخير في الأرض، ماذا سيفعل؟
حينها الإنسان بعد هذا الإيمان سيستطيع حينها أن يعمر الأرض بصلاح وبشكل يحقق السعادة للجميع في الدنيا والآخرة. ولهذا الله عز وجل ينهى عن العكس وهو الإفساد في الأرض، فالله تعالى ينهانا عن الإفساد في الأرض. لهذا نجد أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد حرم كل عمل يؤدي إلى إلحاق الضرر بكل من يسكن الأرض من إنسان وحيوان وبيئة وممارسة أي نوع من الفساد تجاههم. قال عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إذن فلا يمكن أن نتحدث عن الإفساد في الأرض إلا إذا تحدثنا عن المبدأ الأساس وهو مبدأ الاستخلاف. فلا بد أن يكون في أذهاننا أن الله تعالى اخترنا خلفاء لكي نستطيع حينها أن نعمر الأرض، وبالتالي نتجنب هذا النهي الذي نهانا الله عز وجل عنه وهو تجنب الإفساد في الأرض. فمن هنا لا بد أن نركز على واجبنا نحن. فواجب المؤمن ما هو؟ واجب المؤمن من خلال ما رأينا هو إعمار الأرض أو عمارة الأرض. وهذا الأمر لا بد أن نستحضر فيه مجموعة من الدروس ومن القيم ومن الأخلاق الفاضلة التي تعلمناها في المداخل السابقة. أولاً نتحدث عن الإيمان بالله وعبادته وعدم الشرك به، فهذا يدخل في إعمار الأرض. نتحدث كذلك عن تسيير شؤون المواطنين بأمانة ومسؤولية، فالوفاء بالأمانة والمسؤولية يجعلنا نساهم في إعمار الأرض. كذلك الحفاظ على الأمن والدين في البلاد، فهذا كذلك من الأمور التي تساعدنا على إعمار الأرض. طلب العلم في جميع التخصصات المفيدة في ديننا أو في دنيانا، فهذا كذلك يدخل في إعمار الأرض. التحلي بتلك الأخلاق التي رأيناها، العفة والحياء والصبر والتسامح، فإذا تحلينا بهذه الأخلاق ونشرناها بين الناس فهذا يساعدنا كذلك في إعمار الأرض، وحينها نستطيع حماية الأسرة وهي أساس المجتمع، نستطيع حماية الأسرة والمجتمع من الفواحش التي رأيناها. كذلك استغلال الموارد الطبيعية، وما أكثرها في بلادنا استغلال الموارد الطبيعية بتوسط واعتدال، فلا إفراط ولا تفريط، فلا بد من التوسط والاعتدال في هذه الموارد التي وهبنا الله تعالى إياها من ماء وهواء وحيوان ومجموعة من المزروعات ومجموعة من الخضر ومن الفواكه ومن المواد الأولية التي يحتاجها العباد لكي يعيشوا باطمئنان واستقرار في حياتهم، فلا بد من التوسط والاعتدال في استغلالها، ولا بد أن نحترم حقوق الناس، لا بد أن نحترم حقوق الناس كيفما كان دينهم أو لونهم. إذا قمنا بهذه الأمور سنستطيع أن نؤدي واجبنا الذي هو فرض علينا فرضه الله سبحانه وتعالى، ونقتدي ونتأسى بالأنبياء وبالرسل وبصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنجد أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قد ساهم في إعمار الأرض من خلال البذل الذي بذله مقتديا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي كذلك اقتدى بنبينا يوسف عليه السلام. حينما نتحدث عن عمارة الأرض وإصلاحها عند سيدنا يوسف عليه السلام، فلا بد أن نقف على الأمر الأول، وهو حينما قام سيدنا يوسف عليه السلام بوضع خطة علمية وواقعية لإعمار الأرض في سنوات الأزمة. فقد تمر بعض سنوات أو بعض الأوقات التي تكون فيها الأزمات،
فنحتاج فيها إلى من يقوم بهذه العملية الواقعية والعلمية والحكيمة من أجل الحفاظ على مصالح العباد. قال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. إذن هنا يظهر لنا على أن سيدنا يوسف عليه السلام قد وجه ولم يبخل على قومه وعلى الناس وعلى المجتمع بالنصح والتوجيه، ولم يبخل بكفاءته التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها. ثم حينما كذلك تحمل المسؤولية قام عليه السلام بتسيير خيرات الأرض على أساس الأمانة والمسؤولية والعلم والإيمان والإحسان والتقوى. قال سبحانه وتعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فأجابه يوسف عليه السلام قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إذن بين على أنه عليه السلام سيقوم بحرص على تسيير شؤون الناس وخدمتهم بكل أمانة ومسؤولية. وما أحوجنا إلى هذا الأمر خاصة إذا كنا نعيش بعض الأزمات. ولهذا لا ننسى أن إخوة يوسف عليه السلام كذلك قد بيّنوا أنهم لم يرغبوا في إلحاق الضرر أو الفساد في الأرض، فكانوا يعتبرون على أن السرقة هي إفساد في الأرض. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فلهذا لا بد أن نهتم بدورنا الذي من أجله خلق الله تعالى آدم عليه السلام، والذي من أجله بعث الله الأنبياء والرسل، والذي من أجله خلقنا سبحانه وتعالى في هذه الأرض، والذي من أجله أصلحنا الله تعالى هذه الأرض وأمرنا بأن نعمرها بكل خير وبكل إصلاح ولا نفسد فيها، لأن ذلك لن يحقق لنا السعادة في الدنيا ولا في الآخرة. فالمؤمن هو هذا، ينفع نفسه وينفع الآخر وينفع الغير.